الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا في إطار العمل الميداني يقوم به هيئة التفتيش ومرافقة ومتابعة جميع المتدخلين العملية التعليمية، اليوم يعني تلقائيا ما كانش عندي علم بالتثبيت في إطار عملية تثبيت المشرفية التربية اللي كانوا حسب القرار الرئاسي المنصوب الرئاسي اللي كان يوم 11 ديسمبر 2022 طرف خامة رئيس السيد المجيد تبون، واللي أقر بإدماج يعني مشرفي التربية وكان لهم الأثر الإيجابي على العملية التعليمية التعليمية. نحن دخلنا اليوم هذه المدرسة، المدرسة المروار الشجاعة لطاقمها التربوي الإداري، اللي هي مدرسة فارسي بوزيان بشعبك الحمد، حيث حضرنا يعني كنا جينا شوية متأخرين، كنا في ارتباطات يعني على هي أزمنا اللي نتوجه أيضا اتعاز الخسائر لاني والده هو الشيخ رشد عبد الخالق بالمناسبة مجهولة تعازي، وإنما تبريكاتنا كما سميتها انا في ايام يعني في الايام التكوينيه نسميها دائما خوافه. اليوم وصلت الى الهدف بتثبيتها عن جدارة واستحقاق، واخذت المفتاح من سميتهم المشرفين التربيه، وهم اليوم لقد استلمتم المفتاح. هذا المفتاح هو اللي غادي يوصلكم الى ما تصبون اليه يعني في الايام القادمه. إذا وبالمناسبة كنزلوا أيضا ضيوف معنا اللي هما ضيوف كرام كانوا يجاو يشاركوا في الفرحة نتاعك، الأستاذ محمد آغا فتح، وعندنا الأستاذ الحاج بوزيان أيضا الحاج بوز عفوا عبد الكريم، وبلا ما ننساو يعني أيقونة تاع التمشنت الإعلامية، أنا نسميها أيقونة تاع التمشنت الإعلامية متمثلة في رمضان مزادة. رمضان مزادة عنده يقولك صراحة هو يعني كتاب متنقل بين ثنايا وأزقة وأحياء وبلديات ودوائر الولاية عند المشرف. إذا سيدة مشرفة نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق والنجاح في مسارك المهني، دون ننسى المرافقة الحقيقية للأستاذة نجاد إمام المدير في المدرسة ومساعدتها السيدة غسان مريم اللي ما بخلوش عليك، ربما هذا من عرضه ما بخلوش عليك يعني ولو لثانية أو دقيقة في تزويدك ببعض المعلومات ببعض التيسيرات القانونية اللي تحتاجها في مسارك المهني. إذا ما عليك اليوم إلا الولوج يعني بصفة مباشرة في هذه المهنة. إذا بالتوفيق والنجاح إن شاء الله لكم جميعا ولأسرتك ولعائلتك الصغيرة، وهذا ضم لصاي ارتحتي من ذلك الكابوس اللي كنت تتخيله. إذا بارك الله فيك. شكرا. شكرا. شكرا.